مصر المجتمع السوري رجع مرة ثانية يجمع نفسه، يعني مضى 5 سنين وصار لازم يكون في بدائل عن الشغلات اللي كانت في سوريا نوعا ما تجمعنا. يوم المولد النبوي هو يوم بيجمع الشعوب الإسلامية كل واحد بأرضه، مضطرين نعمل شيء وفعلا نجحنا نعمل شيء. طبعا كان في تسهيلات يعني تقدمت هنا من الشعب المصري، هو اللي أصلا عم يساعدنا يعني للأمانة، أشخاص أفراد حتى حكومات ما قصرت معنا أبدا، فتحت لنا كل المجالات. اليوم نحن عم نحتفل بيوم عظيم جدا، لازم نحتفل فيه، لازم نفرح فيه، لازم نستذكر فيه أيامنا وعاداتنا بشامنا الشريف. بعتقد اليوم نجحنا بفعالية كتير حلوة كتير مميزة، الحضور كان جيد قياسا طبعا لظروف الجو، كان بارد ربما كانت أيضا اليوم للأسف كان عم يتوافق مع أحداث إرهابية حدثت بوسط القاهرة، فبالتالي يمكن أثر شوي على الحضور، لكن بالشكل العام كان حضور مقبول. كانت فرقة إنشاد رائعة جدا حضرت معنا من مدينة الإسكندرية، أتحفتنا بصوت الشجي، وحقيقة نتمنى انه ما تكون هي محطتنا الاخيرة اللي توقف عنا، لا رح تكون في محطات اخرى، مو بشرط في هذا الاتجاه، لا حيكون عنا انشطة فعاليات اخرى كتير. نأمل من الله انه تكون ايامنا القادمة افضل هون بمصر، ويوم ان شاء الله نعود لسوريا نرجع ونحن معنا كمان من احبابنا المصريين اللي ساعدونا ووقفوا معنا وقفة رجال بمعنى الكلمة هون بهالبلد الطيب هذا. مشيوا بشامي شام طفل رضيع عم يسألوا عن حقه يا قيس بن عبادة، أبوك مات وقد وزع التركة، فماذا يأخذ هذا الرضيع الذي ليس له لسان ولا يعرف التكلم؟ شو بدك تساوي فيه؟ ليضل هيك؟ راحت عليه القصة؟ قال فمشى الشيخان أبو بكر وعمر فسألا سعد ماذا أين نصيب أخوك هذا؟ قال فقال لهم أما قسمة أخي أبي سعد فلا أبدلها، أبي مثل ما قال ما بدي غير، هذا بره لأبيه.